هحاول انزل الفيديو ده قبل الجامعه وقبل اول يوم في الجامعه، عشان الفيديو ده مهم جدا جدا جدا. عشان تعمل ايه اول يوم الجامعه او اول ما تدخل إيه الجامعه، يبقى انت عندك ستيب كده او نقط لازم تمشي عليها عشان تبقى على وضعك في الجامعه. يلا بينا. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب كله بخير. لو عمر تشوفني انا كريم عفه بقدم محتوى لايف ستايل موتيفيشن سبيكر، ادخل كده خد لك لفه، ولو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، ويلا بينا نبدا على طول في موضوع الحلقه. الفيديو ده مخصص للطلاب الجامعيين او اللي بقوا جامعيين وداخلين اولى جامعه ولسه ما يعرفوش اي حاجه في الدنيا. والفيديو ده برده هيبقى ليه برده جزء تاني بعد الفيديو ده ان شاء الله، ان الفيديو ده هنتكلم عن اول يوم في الجامعه تعمل ايه، والفيديو تاني ازاي تكتسب ثقه لنفسك وانت داخل الجامعه، عشان لو انت ما عندكش ثقه في الجامعه فبلح بقى عليك الفيديوهين كلهم بقى اللي انا عملتهم، يعني مونتاج بقى وكل حاجه، بلح بقى كل حاجه. ففي الفيديو بتاع النهارده هنتكلم عن تعمل ايه اول يوم الجامعه، وفي الفيديو الجاي هنتكلم عن الثقه بالنفس وانت جوه الجامعه. يلا بينا. قبل اي حاجه بس كده لازم تعرف ان الثانويه العامه اللي انت كنت فيها دي والمدارس والكلام ده، هذا لا يعني اي شيء تماما في الجامعه. فلو انت مفكر ان اللي انت عملته في المدرسه ده كان شبحانه والكلام ده وانت عارف الدنيا كلها، لا، نظام الجامعه حاجه تانية خالص، ونظام تاني خالص، وكل حاجه تانية خالص. يعني اركن بقى اللي انت كنت بتتعلمه ده في المدرسه وكل حاجه على جنب، والطريقه بقى مع الصحاب والكلام ده كل ده اركنه على جنب، عشان انت داخل دنيا جديده تانية خالص. انا ما اعرفش ليه اللاب باين في ليه بيحصل كده معايا دايما في التصوير، انا مش فاهم. هم اربع حاجات كده ما لهمش خامس ان شاء الله هتعملهم اول ما تدخل الجامعه. واول حاجه واهم حاجه، وهي ما تبينش انك جديد في الجامعه. يعني طبعا ما تاخدش حد معاك، باباك، مامتك، خالك، عمك، مفيش طبعا الكلام ده خالص. تاني حاجه، لو انت رويش ما تاخدش اللاب معاك خالص اول يوم، ولو انت برضو في هندسه برضو والكلام ده ما تاخدش مسطره حرف تي، ولا تشيل الكتب على ايدك، ولا الشغل بتاع الافلام ده كله، عشان كل ده بيبقى هكس. وطبعا مش عايز انسى الناس اللي في حقوق اللي بتروح اول يوم الجامعه بروب، اقفل الفيديو واعمل انسبسكرايب وامشي على طول لو انت بتعمل كده. دي كانت اول حاجه. تاني حاجه بقى وهي برضو مهمه جدا، وهو ما تتوترش وما تخافش اصلا. الجامعه دي مكان زي اي مكان في الكون، هتلاقي ناس كتيره جدا، هتلاقي طبقات مختلفه جدا، بس برضو ده ما يمنعش انك ما تتوترش وما تخافش. الناس كلها شبه بعضها هناك، وبرضو في الاخر وفي الاول الناس اللي انت بتتعامل معاها دي برضو المفروض برضو تبقى خايفه ومتوتره. فانا عايزك تبقى انت 12 على 10 لو هم 10 على 10، فما تتوترش وما تخافش، والدنيا كلها هتمشي وهتفهم كل حاجه في الجامعه. هتقول لي يا كريم طب انا تايه وما اعرفش الجدول بتاعي ازاي، وما اعرفش الجدول بتاعي اصلا اجيبه منين، والمدرج بتاعي فين، والكلام ده. قلت لك كل ده المفروض تسال عليه. هتقول لي طب ما المفروض بقى اسال الناس بقى اللي في الجامعه. لا، قلت لك برده في اول خطوه ما تسالش اي حد في الجامعه، وبالاخص سنه رابعه او سنه ثالثه. الطلاب بتوعهم بيبقى باين عليهم مكشرين كده، اللي هم جينا دول قاعدين في الجامعه 3 سنين و4 سنين، فما تسالهمش. عايز تسال اي حاجه اسال دكاتره او اسال السكيورتي، هيدلك برده لو انت عايز تعرف اي حاجه. ما تسالش اي طالب خالص عشان ما تبينش انك جديد. تالت حاجه ودي مهمه جدا جدا جدا، ما تتعشمش في اللي حواليك او ما تتعشمش في الناس اللي حواليك. انت ممكن في اول ترم هتعرف اكتر من 500 شله، ومش هم دول برضو اللي هتكمل برضو معاهم، فمش اي حد تتعرف عليه تتعشم فيه جامد. هي تبقى معرفه سطحيه لحد بس ما تتاكد ان هو ده اللي هيكمل معاك الاربع سنين ولا لا. انا لحد دلوقتي في سنه رابعه وطالع دلوقتي سنه رابعه ان شاء الله، ولحد دلوقتي ما عنديش شله مستقره. شله مستقره اللي انا فيها اصلا دي كلها في جامعه القاهره، انا في جامعه حلوان. فدي بس معلومه عايز اوضحها لك، انك ما تتعشمش في حد قوي. رابع حاجه ودي هتبقى اهم حاجه في الفيديو، وهي ثقتك في نفسك تبقى عاليه فوق. الفيديو ده هيبقى الفيديو اللي جاي هنتكلم عن الثقه بالنفس، او ازاي تعلي ثقتك بنفسك. لو انت ثقتك في نفسك 4 من 10، انا هخلي لك بعد الفيديو اللي انا هعمله ده 20 من 10. بس برضو ده لا يمنع ان انا هقول لك برضو شويه حاجات كده برضو عن الثقه بالنفس لحد ما نعمل لها فيديو لوحده الاسبوع اللي جاي. خلينا متفقين ان الثقه بالنفس دي هي حاجه انت مش بتتولد بيها، دي حاجه انت بتكتسبها، دي بتبقى مهاره. فعادي جدا لو انت ما عندكش ثقه بالنفس لانها انت مش بتتولد بيها، دي مهاره ومفروض حد يعلمك المهاره دي. وطبعا عشان انت في قناه كريم عفت لازم تتعلمها، وده مش اوبشن والله خالص، ده اجباري، لازم تتعلمها هنا. الثقه بالنفس طبعا بتتعلمها من انك تروح الجيم عشان جسمك هيبقى كويس. لو انت جسمك مش كويس فانت هتقل ثقتك في نفسك. لازم تكون متعلم لغه ثانيه، لو انت مش متعلم اللغه الثانيه فانت برضه هتبقى قليل الثقه بالنفس. هي موضوع كبير جدا جدا، وانا كنت عامل لها اصلا فيديوهين او ثلاثه كمان هنا في القناه عن ازاي تكسب ثقه بنفسك، او ازاي تعلي الثقه بتاعتك بنفسك. بس برضه بدل ما تدخل تدور والكلام ده، هتلاقي برضه الفيديو ان شاء الله هينزل الاسبوع الجاي عن الثقه بالنفس، وهتستفاد منه جدا جدا. وطبعا
نموذج للثقة بالنفس، وهي صفحة فابريكا ستور اللي احنا بنعمل لها برضو ريسبونسر لتالت او رابع مرة، وان هي واثقة بنفسها جدا وبتنزل اسعار مختلفة جدا عن الناس كلها او عن او الصفحات كلها، فهي بتقدم لك مجموعة كبيرة جدا من الاكسسوارز بتاعت الموبايل اللي هتنفعك في الجامعة، اذا كانت ساعة سمارت ووتش او اذا كانت سماعات او اذا كانت دراع ببجي لو انت بتاع جيمنج او الكلام ده كله، وباسعار منافسة جدا جدا. وهم مديني شوية حاجة كده المفروض اعمل عنها ريفيو، بس انا بصراحة مش فاضي ان انا اعمل حاجات دي ريفيو، فيعني هم يستنوا بقى. وهسيب لكم اللينك بتاع فابريكا ستور تحت في الديسكريبشن، ادخلوا، وهم عاملين اصلا عروض جامدة جدا جدا عن السماعات والساعات والكلام ده، فادخلوا لهم اللي انت تابع كريم، فهم يعملوا لك اصلا خصم فوق الخصم كمان، فانت بقى مش عايز الخصم يا باشا بقى ما تدخلش اصلا على فابريكا ولا تدخل تعمل اي حاجة اصلا، اعمل انسبسكرايب وامشي. انا اصلا ايه، انا جبت اخري اصلا. ودول كانوا اهم اربع حاجات تخلي بالك منهم لو انت لسه داخل جامعة جديد. لو عمرك تشوفني ما تنساش تعمل سبسكرايب للحاجات اللي هتشوفها هنا دي جينا عشان يجيلك اي ابديت في حياتي. وكالعادة دوس يا كوتش، السلام عليكم.